الله وقفات تدبرية مع سورة التحريم، ولا نستطيع أن نغطي الصورة في مرة، فنكمل بإذن الله في الأسبوع المقبل، ولا نستطيع خلال اللقاءين إن احنا نتدبر الصورة، فهنركز على جانب من جوانب التدبر في الصورة وهي الأسرة المسلمة. واخترت من بين مواضيع تدبر هذه الصورة هذا الأمر لأن ده محور الصورة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نتدبر لازم نلم الصورة جنب بعضها كده وتعيش مع المصحف بهدوء. والصورة عشان بتتكلم عن النبي تأدبا، وطي صوتك، وبدل هندخل البيت حتى بيتك اوعى ترفع صوتك في بيتك. ليس الرجولة ان ترفع صوتك، والرجولة ان تصل باسرتك الى بر الامان بهدوء. دي الصورة. الصورة هي 66 في ترتيب صور القرآن. لما تجيب المصحف تلاقي رقم 66 من 114 صورة التحريم في صفحتين كاملتين، صفحة 560 و561. الصورة دي 12 آية، ممكن نقسمها لفقرتين، من الآية الأولى للآية التاسعة دي فقرة، وهنقسمها مجموعتين من 1 لـ5 ومن 6 لـ9. الفقرة الثانية من 10 إلى 12. الصورة دي يا جماعة 241 كلمة. الصورة دي يا جماعة 1260 حرف. الصورة دي يا جماعة آخر صورة في الجزء 28 جزء قد سمع. الصورة دي يا جماعة في ترتيب النزول الزماني رقم 107، قبلها صورة الحجرات، وبعدها صورة الجمعة أو التغابن. في ترتيب المصحف قبلها صورة الطلاق، وبعدها صورة الملك. عشان تتدبر لازم تنظر النظرة الشمولية. الترتيب الزماني قبلها صورة الحجرات، صورة الأدب في بيت النبي وفي التعامل مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، صورة مليئة بالمعاني الطيبة لتربية مجتمع سليم. فجئ الصورة اللي بعدها ضرب لك المثال عن القدوة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. في ترتيب النزول في ترتيب المصحف قبلها صورة الطلاق، تدبرناها في مسجد نور الإسلام في عدة لقاءات، وهي تتكلم أيضا عن النساء، والترابط بين صورة الطلاق وصورة التحريم ترابط قوي جدا. هنا تربية وهنا تربية. صورة الطلاق مليئة بالفرج، مليئة بالبشريات على عكس ما تتوقع الناس. ما صورة الطلاق يقول لك يا اخي فلا الله ولا بالك، وده كلام ده يا راجل هتكلمنا احنا في الزواج عن الطلاق، لسه جاي بتقول لنا الطلاق قبل الزواج. انا بعمل وقاية، بعمل تحصين، بعمل مضاد حيوي حتى لا تتصدع اركان هذا البيت او يصاب بسوء. اول مولود ما يتولد اول ساعة على طول يدلوا تطعيم ضد فيروس بيه من اول يوم حتى يصان من هذا المرض باذن الله. وانا لسه ببدأ الزواج اعرف انت رايح لمين، وفي كفاءة ولا
مفيش؟ وهنتوافق دينيا ولا لا؟ والاخلاق على نفس المستوى ولا لا؟ صفات الزوج موجودة في الولد؟ صفات الزوجة مولودة موجودة في البنت؟ الاسرة دي تتناسب مع الاسرة دي؟ هذه اذا اردت النجاح في هذه الحياة عدنا الكلام ده وما دورناش وقلنا الله على البركة. داخل البيت بقى لابد من التنظيم والترتيب، ولابد ان تعلم ان هذه الحياة كلها ضل النكد، ضل الهموم والغموم، ضل ما سلمت لأحد. لن تجد أحد كائنا مكان، غني فقير، قوي ضعيف، صحيح مريض، طائع عاصي، ضار فاجر. هتنشر الحياة على مزاج وهواه. لابد أن تعرف قبل أن ندخل البيت ونتعرف على بعض الأسس القوية لعلاقة زوجية ناجحة متينة. وأنا أتحدى من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله عز وجل إن واحد يعيش مع صورة التحريم ويعيش يزعج في حياته. لو متزوج أي واحد، لو مخلف أي عيال ولا بلا أو بلا عيال، لو في نعمة أو في مصائب، لو البيت فيه ازعاجات او خلل من الازعاجات. ده احنا حاطين المثال على النبي صلى الله عليه وسلم. لابد انك تعرف قبل ان ندخل في الصورة انه لا يخلو بيت من مشكلة او مشكلات، حتى بيت افاضل الناس، حتى بيوت الانبياء. لابد ان تعرف الفرق بين بيت وبيت، كيفية معالجة المشكلات. بيبدأوا المشاكل من قبل ما يبدأوا الحياة الزوجية. لذا يا اخي بيبقوا قاعدين لبعض ندية تنافس، عايزين نجهز البيت ونعمل اول معركة يبقى اثرها سنوات طويلة جدا. عليكوا ايه وعلينا ايه؟ ويعذبوا بعض عذاب اليم، ويجيبوا ناس متخصصة ازاي ان الطرف بتاعي غلب الطرف الاخر. يقولك انا شينت السجاد، انا فرضت عليه يجيب الستاير، انا خليته يجيب الانبوبة، ونبدأ شكل ومعارك. وبعد ما نخلص الازعاجات الكتير احنا داخلين معركة ولا ايه؟ ده احنا داخلين بيت اساسه قوامه مودة ورحمة. ندخل بقى بعد كده عايزين القيمة ونبالغ، ده معمول لها قايمة ما اتعملتش لوحدة في البلد. هي مش اقل من اختها اللي ابنها او بنت عمها او صاحبتها، وكأنها سلعة تعرض للبيع والشراء، وكأن قيمة المرأة بما كتب عليها من أموال. فتزداد المعركة ونبدأ. طبعا كل بيت له نظام في حياته، عايزين نعمل الفرح ما يعديش كده، لازم شوية مصايب، لازم شوية إزعاجات. أعرف واحد اتعذب جدا لغاية ما اتجوز. ليه الدخلة بدل ما يخر ساجدا لله ان ربنا سطر عليه وتم عليه النعمة وتزوج والحمد لله، يعف نفسه بالحلال ويبني بيت هانئ، يقول لها اللي اهلك عملوه فيا هطلعه عليكي، وتبدأ معركة حربية شرسة وعنيفة. لسه ما خلصتش العرف وعزيمة ام العريس ويرجعوها، يقولوا لا 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 لا. دخلت مرة بيت والزوجة حامل في الشهر الثامن، بقي لها شهر وهتضع، ومشكلة كبيرة جدا. ايه اللي حصل؟ اصلي ما جابولناش ملوة التلاجة. يا راجل عيب، يا راجل استعلى وجهك،
قريتنا كده يا اخي خد ما معهوش افرض الكسب منك ظنك راجل حسبها غلط وافتكرك راجل كريم وقال انك انت هتقوم بالموضوع لاكمل وجه شايف الدرج فاضي يا سيد شايف انا جايب لهم ايه وبلغت وعملت عند مين وجايب بقدين والنجف منين والستايم بنتك مرتاحه ومبسوطه ما تنغصش حياتها ما تكبرش عيشها ما تنغصش الحياه عليك وعليهم اتق الله ده احنا وصلنا لارقام مخيفه اعلى نسبه طلاق في العالم مصر حاجه ولا في الاحلام حاجه ولا تصدق ابائنا واجدادنا كانت المرأة ترجع بيت اهلها مضروبة ومشتومة ومهانة اهلها يقولوا لها مالكيش لك احنا لا نوافق على ذلك احنا لا نرضى بالظلم ولكن الرباط ده كان رباط مقدس الحياة الزوجية كان لها قيمة ولها قدسية ولها مكانة ولها وضعية مالكيش مكان عندنا وجاء بيت زوجك فلما ترجع له كده يعرف ان دي ناس اصلة ناس محترمة فيتقي الله فيها وهي تعرف ان ملهاش الا الحياة دي فتتفانى في اسعاد نفسها بارضاء زوجها احنا مش في معركة المشاكل في اي بيت المشكلة ان احنا بنشتغل على تغذية جسد ومادة ده احنا جايبين لها غرفة نوم في المكان الفلاني ومشطبينها في المكان الفلاني والانامل الفولاذية هي اللي حاطة فيها اللمسات النهائية واسبوع كامل عشان يحطوا النيش اللي هيتقفل وما عادش هيتفتح ولو اتفتح يبقى سنة سودة ولو نقص منها حاجة تبقى مشكلة وازعاج ليه كده؟ ليه الحياة صعبة كده؟ ليه النشاط؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نص خير النساء بركة اقلهن مؤونة دلوقتي صار ان الواحد يزوج بنته دي يعني يصعد جبل احد اهون من ان يفعل ذلك تعالى اعمل حاجة انت مش مطالب حاجة انا اجهز بما استطيع يقول له يا ابني وانا اساعدك بما استطيع ويتزوجه خلص الموضوع ولا محتاجة مشاكل ولا محتاجة ازعاجات هو يعني هيعجز فيها لو اراد ان هو يطلقها وتبريه ده احنا مرات ندفع فلوس نقول له اخي خلصها من شقائك خليها تخرج من سجنك باي مقابل ويبقوا كاتبين عليه قايمه ويبقوا زي ما بيقولوا مقربجينه مش عارفين بنتنا ترتاح وهو كذلك شاف استحالة العشرة فلا يجد طريق الا انه يصدق او يتركها كالمعلقة والله نهى عن ذلك الطريق غلط تعالى بقى ادخل صورة التحريم اول ما يقابلك سبب النزول وبسبب النزول تتضح لك مسائل كثيرة جدا ولكن ما فيش قول معين مقطوع به في سبب نزول الآية الأولى أو الصورة فيها روايتان والأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه الأمر الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سارية يعني ملك يمينه مارية القبطية المصرية أم ولده إبراهيم في يوم حفصة وحفصة مش موجودة دعاها حلاله ونام معها في يوم حفصة وفي فراشها فلما عادت غضبت حفصة وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم بعتاب المحبة فالنبي صلى الله عليه وسلم ارضاء لها حطها بالقوسين ولو ما طلعتش من الخطبة اللي بالجملة دي كفاية ان سيد الرجال خير من وطأ الثرى بقدميه حبيب رب العالمين من اولوياته
من مقاصده في الحياة مرضات ازواجه. ده رجولة مش السيد بتاع الافلام اللي ماشي في الحرام ويسوم بيته سوء العذاب. هذه ابعد ما تكون عن جونا، واعني بجونا الشرعي والمصري. الرجولة اللي الواحد يقوم على البيت ويسعده، هدف من اهدافه ان زوجتك لما تيجي تتكلم عنك تقول نعم الرجل، ولما تيجي تتكلم عنها تقول نعم المرأة. التقيت برجل فبقول له انت تعبان ولا زعلان؟ قال لي والله زوجتي ماتت. قلت له انت عايز تتزوج عليها؟ وطبعا ده حلق مش حتى في حياتي، مش فيها مشكلة، اما يعدد عليا في حياتي او يتزوج عليا بعد وفاتي، ده دين واصل ولا ينكره الا جاهل بهذا الدين. فبقول لي انا اتزوج عليها؟ ده 60 سنة عمرها ما قالت لي كلمة تزعلني، وربنا رضاني وكرمني بها ورزقني منها بالولد والبنت، وربنا رزقني بهم ابرار بعيدين عن العقوبة. وقعد يكتب بس عم خلاص. انا عايز الجملة دي تتقال عنك، دي مش رجولتك فقط، دي دينك. انت كده متبع لقدوتك صلى الله عليه وسلم. اول حاجة ابنك، واحنا بنتكلم عن اسباب النزول، طريقة معاملة ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم في الصور. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اجتهد وقال ارضاء لحفصة احرمها علي، والله لا اتيها ابدا، وهي حلالة بيطيب بخاطرها. احنا خلينا ديت وصف سيء، اصل هو كلام كتير بيتقال ان هي ماشيه، ان هو يعني اللي يقولك عليه الحكومه شديده عليه، اصل هو بيسمع كلامها، اصل هو، وايه الغلط في كده؟ لو ان رايها افضل من رايي اسمع كلامها. سيد الرجال صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقال اكتمي عني ولا تخبري احدا ولا عائشة، وكان الموضوع خلص. فاخبرت حفصة عائشة، هما صديقتين متقربتين متجاوبتين، وقالت يعني عائشة تكتم عني وانا حاجة حلوة وانا مبسوطة لها وان هو كرمني وان هو قال لي الكلام ده، فانا بقولها لصاحبتي. صاحبتك تمام، لكن مش صاحبتك يتقال لها اي حاجة، لان انت مش بتتكلمي في اللي يخصك، انت بتتكلمي في بيت الزوجية، والبيت ده لابد ان يحب السرية، حياة بينكم حياة خاصة. وقد افضى بعضكم الى بعض، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، وجعل بينكم مودة ورحمة، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. دي حياة خاصة، ده وضع مختلف. حسن العشرة دي، ولا تنسوا الفضل بينكم أنت وهي، ما ينفعش تطلعي السر لأي حد، وأنت ما ينفعش تفشي سر زوجتك لأي حد. وكان الموضوع خالص، فلما طلعت السر جه العتب. انت مش واخد بالك؟ العتب جه بعد ما السر طلع بره. يعني لو تنازلت لزوجتك يا اخي عن بعض حقوقك ما فيش مشكله، طبخها مش قوي اصبر وعلمها، عندها تقصير في بعض المسائل خدها على كده، ان رضي منها خلقا كره منها
زي بعض الشباب كده كان عندي امبارح وانتهى الطلاق. قلت له ان انت هتتزوجها ينتهي بالطلاق، لان سياستك دي غلط. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت المرأة من ضلع اعوج، واعوج ما في الضلع اعلاه، يعني دماغه. الضلوع دي بتيجي تلتقي كده في العمود الفقري من ورا، فتلاقي الحتة بتاع العمود اكتر حتة متنية، فاكتر حتة متنية في المرأة دماغه. فلو استمتعت بها هتستمتع بها على اعواجه. ان اردت ان تقيمه كسرته وكسوها طلاقها، كلام النبي محمد. فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا قصة. القصة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند احدى زوجاته واختلفوا فيها، ولعل الارجح انها زينب بنت جحش، فاطال عندها، فغارتا حفصة وعائشة، فاتفقتا ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم احداهن تقول يا رسول الله ان بك رحت مغافين، يعني ريحة صمغ كده اشبه ما يكون بالعسل، ليه ريحة. خلي بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم غالب نفقته كان على الطيب، وهو الطيب المطيب صلى الله عليه وسلم. نام يوما عند ام سلمة او ام سليم، فقامت جايبة قارورة، جابت ازازة وقعدت تسلت على النبي، وكان النبي معراقا، فاستيقظ وهي تصنع ذلك. قال ما تصنعين؟ قالت يا رسول الله عرقك اطيب به طيبنا، اطيب الطيب بتاعنا بعرقك. شفت الكلمة الحلوة الجميلة؟ شفت الكلمة اللي تريح القلب؟ محتاجينها جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حطلنا مبدأ قرآني، قال الله وقولوا للناس حسنا، قال رسول الله الكلمة الطيبة صدقة. وأولى الناس بالكلمة الطيبة ديت شريكة الحياة، رفيقة العمر، هي أولى الناس بالكلمة الطيبة اللي بتغسل لك وبتطبخ لك وبتنظف لك وبتهتم بعيالك وموضع شهوتك، هي أولى الناس بالكلمة الطيبة الحانية. بعض الناس يبقى بره بلسم، بعض الناس يبقى بره مالوش زي، بعض الناس يبقى بره الناس تتمنى انها تعيش معاه بالليل وبالنهار. كل ده لما يدخل يتغير، وحش كاسر. ليه؟ ده اولى الناس بضحكاتك اهل بيتك، اولى الناس بالكلمة الطيبة جزاكم الله خيرا. الكلمة دي لازم يبقى موجودة في البيت، من الكلمات والمصطلحات المهمة في البيت. جزاكم الله خيرا، كلمة شكرا، ادب الاستئذان، الكلمات الطيبات. ابعد عن الكلام الفاحش. احنا اتربينا بين اباء وامهات، نسأل الله ان يغفر الميت منهم، واللي الحي ما كانتش تنادي زوجها كده، بل ده موجود في الفقه عند الاحناف، ويكره للمرأة ان تنادي بعناه، يعني زوجها، باسمه مجردا، يكره. فاش تقول له محمد اما ان تكنيه يا ابا عبد الله، شفت الكلمة وجمالها، واما ان تقول سيدي سيدي. هكذا تربوا، مصطلحات راقية. احنا لما طبينا على اغنية البنت زي الولد ومش كمالة عدد، قعدوا بقوا نائب ونقيب، وبعدين يتجادلوا كده مثل معركة الديوك، وهي تتصارع مع بعضها البعض، ومين اللي يغلب، ودي اهلها قاعدين يوزوها، ودي اهلها قاعدين يوزوها، واصحابها قالوا لي انا خليك راجل اشكمها بحلها القطة من الاول. مين اللي قال الكلام ده؟ دي حياة، دي ما تنفعش حتى بين الحيوانات. لو حصلت مواشي، لو حصلت دجاج، لا تستمر الحياة بهذه الصورة. الله عز وجل وصف البيت انه وجعل بينكم مودة ورحمة. والبيت يقوم بواحدة من الاثنين، يعني ممكن ما بتحبهاش
وتستمر بحياة ناجحة لأفضل درجة وأعظم صورة. ممكن بيحبها وما بيرحمهاش، تقول يلا أو بيحبني هو بس يعني ساعات بيبقى شوية كده، وتستمر الحياة. فما بالك لما يوفقك الله وتجمع الاثنين، حب ورحمة. وللأسف الشديد جدا ان الحب عندنا يختصر في الاغاني والافلام، وده ابعد ما يكون عن الحب. الحب المعاملة الطيبة، المعاشرة بالاحسان، مش نظرات وكلمات وظهور بعض مفاتن المرأة والتغني بها، لا 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 لا. الاحسان ده هو الحب، ان لما ربنا يقرب بينك وبينها وترتضيها لك وترتضيك لها، يحدث نعزة غير المؤانسة والمجانسة والمودة والتواصل. فلما قال ذلك قال اكلت عسلا عند زينب والله لا اكله ولا تخبري احدا. يعني لو كان الموضوع وقف عند دي كانت خلصت. عشان كده بقول لك بنصحك بالشرع وبالخبرة، ما تدخلش طرف ثالث بينك وبين زوجتك ايا كان. كل ما العلاقة ضاقت كل ما كان التقارب اقرب واسرع وانقى. واديك سر كمان، مش انت وهي بس، لا انت وهي، ولا يخرج السر من غرفة النوم. في موضع اللقاء كده والحياة الخاصة الحميمية تعطي الصفا التوهية. لما تنال منها شهوتك وهي تنال شهوتها ولحظة صفا ورضا، تقول لها لو كنا عملنا كذا وكان بلاش كذا، لو كنا طولنا بالنا على كذا، انا غلطت في حقك كذا، ودي تنقلنا كيفية خطاب الله للنبي وهو يربيه وهو يعتب عليه. اول حاجة تفاجأ بها ان الصورة بدأت يا ايها النبي، هو بيعتب عليه وهو بيعتب عليه بيناديه باعلى المقامات، مقام النبوة، ان مكانتك محفوظة عندنا، ان قيمتك معروفة لدينا، وهي زي ما هي. والكلام اللي انا هقوله لك ده مش هيقل من قيمتك ابدا. ويبقى الود ما بقي العتاب، ويبقى العود ما بقي اللحاء، وانما شرع العتاب لاستدامة المودة والمحبة. فلابد ان المودة والمحبة دي لا تنسوا الفضل بينكم، دي مش بعض الطلاق بس، لان بعض الناس انت ما بتفهميش انت كده، وسلسلة بقى قاموس من الحيوانات، وانت زي اهلك، وانت ما فيش منك فايدة، والحياة دي مش هتسامح، والله لا تزوج عليك، والله انت مؤذي، والله انت ظالم، والله انت اقل من انك تتزوج عليه. ودليل ان انت عدت والتهديدات، ويقعد 20-30 سنة يأذيها، هتزوج عليك وينقص عشتها ويكدر فكرها ويغير مزاجها. يقول لك بس كده بشد عليها شوية، ما انتش راجل. الرجولة انها تفتديك بكل غني ونفيس. شفت كده؟ شوف المنظر ده، خد اللقطة دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيروح لعائشة زي بقية النساء يوم كل 9 ايام، او 9 زوجات في وقت واحد، يعني كل 9 ايام هيجي لها يوم. فلما وهي احب الناس اليه، فلما نام فيه في فراشها قال يا عائشة ذريني اتعبد لربي، انا نفسي اقف اتعبد لربنا. يعني مش عادت هتقبل بدأ 9 ايام تانيين. شوف جمال اللقاء وجمال الخطاب وحسن المعاشرة. قالت والله يا رسول الله اني لا احب قربك ولكني احب ما تحب. هي دي الحياة، هي دي المتعة، هو ده الجمال. اما انها طول الليل يهتك في حفظ مراته واهلها، وانها غبية وانها بليدة وانها ما بتفهم.
تفهمش وانها في سوق الحياة ما تساوي ثلاثة نجلة. هذا مش راجل اصلا. هذا لا يعرف عن الرجولة شيئا. هذا نجل. هذا غبي. لو فهم ما قدح في نفسه. تتكلم عن عرضك. تتكلم عن شرفك. تتكلم عن اهلك. ولذلك وهو مجمع اليه بين اهل السير انه ما من نبي زنت امرأته. لانه كده بيقطع في النبي. انت لما تتكلم عن زوجتك تكلم عن نفسك. تكلم عن شرفك عن عرضك. هذه امور اسرار لا تخرج. وخصوصا امور العلاقة الحميمية والفراش. وانك تصف زوجتك لاخيك او لصديقك. هذه دياتك. هذه بعد عن الرجولة. هذا ما يقيم بك ابدا. ولا تستمر بحياة. يا ايها النبي لطف في العتاب. لم ينادى مجردا قط يا محمد. وما ذكر الا على سبيل الاعلاء والاظهار محمد رسول الله. اما في النداء يا ايها النبي يا ايها الرسول يا المدثر يا المزمل. وانه لما قام عبد الله وهنا بيعتب عليه في نفس الرقي. بتعلمك لما تيجي تعتب على اي حد مش على زوجتك بس. خليك لطيف. النفس اصلا بتنفر من النقد. فلما تيجي تنقد ما تزودوش بقى بجفاء وبقسوة. ايه اللي انت هتقوله ده؟ ده انت ما بتفهمش خالص. هو اللي ما بيفهمش وحضرتك بتفهم خالص. انت كده انهيت العلاقة قبل ان تبدأ. شوف ذي العتاب بقى وجمانه. يا ايها النبي. ويقوم يعطاله بصيغة سؤال. عشان يديله مجال للجواب. ما يفلهاش. لما تحرم ما احل الله لك? وبعدين يذكر السبب. لطف في العتاب. تبتغي مرضاة ازواجك. انت بتعمل كده عشان ترضي زوجاتك. انه شوف انت بتعمل كده. انت بتفهمش خالص. طب فهمني انت عملت ليه كده? انت اوجدت جو من الازعاج. والحياة في البيت وخصوصا بين الزوجين ما ينفعش بقى صوت عالي. ما ينفعش بقى ازعاج. ما ينفعش بقى كلام سيء. ما ينفعش بقى سب ولا شتم. الجو ده جو هدم مش جو بناء. فلما تيجي تعتب وتنقد خليك لطيف. خليك مؤدب. تقول لا والله انا عارف ان انت بتتعبي معايا جدا. وجزاك الله خير انت بتبذلي مجهود. وانت نعمة زوجة. وانت احسن ام. وانت ربنا يبارك فيكي هدية الله ليا. وقول لها ان انت عايزه يا اخي. هتستجيب وتسمع. تبتغي مرضات ازواجك. انعم واكرم بهذا النبي. نعم القدوة. وهكذا تستمر البيوت. صلى الله على النبي محمد. والله غفور رحيم. شفت بقى? يفيض لطفا في عتابه جل جلاله لحبيبه ومصطفاه. تاخدها حضنك كده مش عيب. مش حرام. مش انك انت تقعد تتكلم بالساعات في الحرام ويبقى في حاجة كده بيسموها بتوع الاسرة الخرس الزوجي. تلاقوه بيتكلم. واول ما يدخل على زوجته كده يجيله صمم. عادش ينطق ولا يسمع ولا يتعامل ولا كده. يمشي آلة كده. لدرجة ان انا قابلت واحد يعني اصدقائه كثر. كلامه طيب وجلسته طيبة ومعاملته حسنة وراجل كريم. فوجئت ان بقاله ثلاث سنين قول والله ثلاث سنين لا سمعت صوتها ولا سمعت صوتي. عايشين مع بعض. بيناموا مع بعض. بتأمل وبتنجب. وبدخل عليهم الضيوف واهلها واهله. لا سمع صوتها ولا سمع صوتي. والله يا بنت راجل محترم لطيف جدا. انا لا افضح. ولكن انا انبهك كيف تقوم الحياة بنجاح. عشان تهدف. عشان تستمر. والصورة دي مليئة بالمعاني كتيرة قوي. يقول لي والله نسيت شكلها. زوجته في بيت واحد.
في اوضة واحدة. انت متخيل؟ لكن تلاقي قاعد يقلب الصور ويشوف المقاطع وبيسلي وقته بالافلام والمسلسلات ويشوف وجه دي وايد دي وصدر دي ورجل دي يجي عند ستة والاف ده احنا متجوزين غلط. ما مش هتتجمع لك الصور اللي انت عايزها. انت عايز ايد فلانة ورجل علانة ودماغ فلانة ومناخير فلانة. مش هتتجمع لك الصورة دي. مش هتكون. والعيب والنقص اصل في بني ادم. فلما ترضى ربنا يرضيك ويجملها لك ويحسنها لك. ولا سبيل للاستقاء الا بالطاعة. والله غفير غفور رحيم. وبعتب عليك غفر لك الموضوع. رحمة من الله. اين المغفرة والرحمة في تصرفات الزوجين ومع ابنائهم في البيت؟ كده تلاقيه واقف على الوحدة. عملته دي ليه؟ طلعته دي ليه؟ نزلته ليه؟ يتمنوا موتك. بينتظروا خروجك. يقولوا لك إليه طحمة ترجع. ربنا يريحنا منك بقى يا اخي. تخيل لو انه بقى تعامل بحب وبلطف ويقوم من رحمة ربنا ولطفه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يخليش الموضوع للنبي بقى، لا للجميع. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. الله. ودي تنبهك على مسألة مهمة جدا. انك لما تحلف اوعى تجيب سيرة الطلاق. الطلاق يمين الفساق. بعض الناس ما بتطلعش من سنة علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق علي ايه؟ ويزداد بقى يزداد بيان ان هو قليل الرجولة وقليل التأثير. انا اسف في المصاعد دي بس معلش سامحني. اللي يمشي مراته بالطلاق ده مش راجل. ده انت لازم توصل معاه انها تفهم قصدك بدون ما تتكلم. يبقوا بينكوا كده تواصل فكري. ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ شيء والله يا دي الحياة. تحاول تحبها كده. تحاول تسامحها كده. تحاول تعدلها وتفوت لها كده. تستديم الحياة بالكرم. يقول الحسن البصري وهو من كلام سفيان الثوري وغيرهم من السلف: ما استقصى كريم قط. فوت التغافل 9 أعشار حسن الخلق. لازم توريني تليفونك. لما انت بتشوف فهمك بلاش تليفون. ويح نفسك ويدور في شنطته ويمشي ورا منها ويجسس على مكالماته. شوف هتقول لي اختها ايه اخر حاجه دي؟ ايه الحياه الفلوسيه دي؟ ايه الحياه اللي تقوم على المخابرات دي؟ ايه الحياه اللي انت عايز واحد يبقى غفير معاك يتابع لك حراسة وسلام سلاح؟ دي مش موجود في الحياة. حياة زوجية انك تغض الطريق. مش يبقى مغفل. مش يبقى قضيق. انا لا اقول انك تتهاون في شرع الله او انك تسمح لها بمعصية. ولكن تبقى عظيم الرحمة عظيم الحضور بتأديب وتربية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وحسن الخلق. ومن أعظم ما يتصف به الرجل حسن الخلق اللطف في المعاشرة، وخصوصا في من تملك ومن لك عليهم كلمة ويد، وخصوصا لو انها ملهاش حد. انت سندها في الحياة. انت كل حاجة بالنسبة لها. فاتق الله فيها. لان بعض الناس عنده ندالة. يقول مهما عملت فيها تحفة ملهاش حد. ملهاش حد. فعلا لما يبقى الزوج مثلك يبقى ملهاش حد. بدل ما تغنيها عن امها وابيها. بدل ما تبقى كل حاجة بالنسبة لها وتقوم عليها خير قيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت حفصة الأول الله عز وجل جعل تحلة الأيمان كما بين
سورة المائدة في الآية 89 إن الواحد لو حلف، وقال سلف الحديث الصحيح لو حلف أحدكم على شيء ورأى غيره خير له فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والكفارة هنا تصاعدية لأنها ترتيب واختيار، اطعم 10 مساكين أو أنت بالاختيار، أو كسوتهم أو تحرير رقم، تصاعدية لأن أكيد إنك تجيب طقم لكل واحد أكتر من إنك تجيب لوحده، وإنك تعطيك رقبة أكتر من إنك تلبس وتطعم، فدي تصاعدية. فمن لم يجد ننتقد، فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حنتم واحفظوا أيمانكم. لابد إنك أنت ما تبقاش كثير الحلف، ولا تضع كل حلاف كثير الحلف. من تعظيم الله عز وجل في قلبك انك تقل من ذكر الله في الحلف، فان اضطررت او احتجت فليكن على حق، فان اضطررت او احتجت الى ان تغير كفر عن يمينك، وهذه من رحمة الله بك. اما الطلاق دخلنا بقى في خلاف اهل العلم، وده يمين ولا مش يمين، وبيه يقع الطلاق ولا يقع الطلاق، ودخلنا في حرس سد ليه، وتعلقوا على شرط ليه، وليه تضيق على اهل بيتك تقول انا عدت تشوف اهلك، ليه تقطع من اهلها؟ يعني انت عايزها تخدم امك بالليل وبالنهار وهي ما تشوفش امها؟ يعني تبقى في خدمه اهلك وهي ما تروحلهمش حتى صوم؟ وخصوصا ممكن تكون لها ام مسكينه او اب ضعيف ومالوش حد ومحتاجه ان هي تقوم عليه، ولا تعطوا له دواء ولا تجهز له طعام ولا كده. يا خلي في قلبك احلى يا اخي، يا اخي اتقي الله يا اخي حتى تقوم لك، عشان تصفو لك، عشان تحبك من كل قلبك، عشان تخدمك بمنتهى الرضا، تقول نعم الرجل. وعلى قدر ما تقدم ستجد. قد جعل الله لكم تحلة ايمانكم، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم بما يصلحكم، فشرع لكم حكيم. البيت عشان يستقر ويستقيم خلي الشرع حاضر، اذا غاب الشرع غاب الهدوء والامن. وبعدين يبين لك بقى، واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا، حاجه خاصه بينك وبينه، هو طلعها بقى لما يقول لك بدون ما يقول لك ان ده سر، ده انت تبقى مبسوطه وانت تبقى مبسوط ان انت موضع سرها. يحصل خلاف ينشر عرضها، يجيب من اول يوم شافها. ليه كده يا اخي؟ انت بتهدم قصور من المودة والمحبة، انت بتقيم جدر يصعب تسلقها او هدمها بعد ذلك من البغضاء. تقول له انا فاكرالك لما اتكلمت علي، حتى يا اخي لو انا زعلتك، حتى يا اخي لو انا صدر مني تقول كذا وكذا. ويبقى هذا الامر في النفس. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه، رجل كريم، رجل لطيف، عرف بعضه واعرض عن بعض، فلما نبأت به قالت من انبأك هذا؟ هي فاكرة ان عائشة فضح سرها. قال نبأني العليم الخبير. البيت هيستقيم جدا لما تعظم ربنا، لما زوجتك تشوفك طائع دين هتحبك وهتأمنك، واهلها يأمنوا عليها معاك وهيتبسطوا. عشان كده عمر لما مطلق حفصه، لما عمل كده وقيل انه لم يطلقها، اراد طلاقها، فجاءه جبريل من قبل الله. اعرف ازاي تستمر البيوت وتستقيم وتقوم. قال ان الله يأمرك ان تردها، اللي توسط في رجوعها الله، انها صوامة قوامة. قيل ان عمر جاء كما يقول ابن عاشور وغيره، فقال يا رسول الله، وقيل انه قال لنساء النبي، ام جمع نساء النبي بما فيهم حفصة، وقال عسى ربكم ان طلقكن، ان النبي طلقكم يا زوجات النبي، ان يبدله زوجا، ان يبدله خير منكم، ان يبدله
تفعيلات الأركان. مش مهم، مش مهم جسمان. طبعا الافضل ان انت ترتضي، مش مهم بكر ولا سبق لها الزواج. لكن لو جبت الست الصفات دي احنا نربي بناتنا على الصفات دي انها تبقى مسلمة، انها تبقى مؤمنة، انها تبقى قانتة، انها تبقى عابدة، انها تبقى صوامة قوامة عرفها الدين. مش يتخون. انا فوجئت انها ما بتصليش ابدا، تعرفش الصلاة ليه. هذه مقومات الاسرة السعيدة واساسها المرأة. ولذلك ذكر الله عز وجل النساء في القرآن كثيرا، وانزل سورة مريم وانزل سورة النساء، وتكلم عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وتكلم عن حفصة وعائشة او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم او بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم في اخر الصورة عن مريم وعن امرأة فرعون، ومما ورد انهما زوجتين للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. للحديث بقية، ولكن وصيتي قبل ان افارق هذا المكان، اتق الله فيما استرعاك الله، واهنأ واسعد بان ترحم اهلك وابنائك ومن تتعامل معهم من الرجال والنساء والكبار والصغار. حسن اخلاقك فتعامل الناس معك صدى لتعاملاتك، فان احسنت احسنوا لك، وان اسأت فلا تلومن الا نفسك. صلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه. قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن صحابته اجمعين، وعن التابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك ومنك يا اكرم الاكرمين.